اتهام اثيوبي للحكومة السودانية بالوقوف وراء الأزمة، ما تعليقك؟ واتهام غير صحيح طبعا. هذه الميليشيات ظلت تغتصب هذه الأرض وتسيطر عليها منذ عشرات السنين، وظل السودان يعني صابرا ولا يتحرك ويحاول دائما حل هذه القضية عن طريق الحوار والتفاوض، إلى أن تمكنت هذه الميليشيات وأصبحت تتواجد في هذه المنطقة وكأنها هي أراضي أثيوبية، ويقوم به الجيش عبارة عن تطهير وتنظيف لهذه المناطق. وبالفعل أيضا تمت الاعتداءات على الجيش أثناء ما يقوم بمهامه من قبل الميليشيات، وتم نصب كمين قتل فيه ضابط من الجيش وثلاثة من الجنود، وكذلك أصيب 12 من الجنود الآخرين من ذات القوة. وهذا يعني أن الذين يعتدون وباستمرار على المزارعين والذين يعتدون على القوات المسلحة هم ميليشيات الشفتة الأثيوبية. والحكومة الأثيوبية نفسها على لسان أبو أحمد أكدت أن هؤلاء لا يتبعون للقوات الرسمية وإنما هم ميليشيات من الشفتة، وهذا يعني أن الجيش الأثيوبي لم يتدخل في هذه العملية. إذن ما أفادت به الخارجية الأثيوبية فيه نوع من التضليل. طب لماذا لا تقوم والتعمية. هذه الحكومة الأثيوبية على القبض على هذه الميليشيات؟ لأنها تريد أيضا الحكومة الاستفادة وتلعب من وراء ظهر هذه الميليشيات بأنها تريد لها السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية. طب هل تتوقع يعني العلاقات بين البلدين يحصل فيها توتر بالرجوع إلى هذه المناوشات أو هذه التصريحات أو غيره؟ التطور السياسي فيما يتعلق بهذه القضية يبدو أنه يتخذ شكل إيجابي، يمكن أن يمتص ويزوب هذه الكرة التي أصبحت الآن ملبدة بالنيران الكثيفة. بالتأكيد اللقاء الذي تم بين أبي أحمد وبين حمدوك الأحد الماضي كان لقاء إيجابيا، وناقش عدد من القضايا المهمة والمفصلية. ولعل حمدوك كان قد قال لأبي أحمد أنا أتيت إليكم لكي أرد الجميل، لأن أبي أحمد كان قد لعب دورا مهما فيما يتعلق برأب السطع بين الحكومة بين القوى الحرية والتغيير وبين المكون العسكري بعد في أعقاب مجزرة فض الاعتصام، وعاد الجميع إلى التفاوض وتم عقب ذلك تشكيل الحكومة الحالية. إذن الآن حمدوك يرى أنه تم اتفاق مع أبي أحمد فيما يتعلق بقضية الحدود، وغالبا غدا سيتم أول اجتماع للجنة المشتركة من القوات المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بقضية الحدود، وهذا تقدم في الإطار السياسي المهم يمكن أن ينزع حجم التوتر العسكري الكبير الذي الآن هو في الميدان. نعم، لماذا سكتت الحكومة السودانية على الاعتداءات طيلة 25 عام؟ لأن كان هنالك تفاوض مستمر بين القضارف وكسلة والولايات المحازية لها في أثيوبيا، وكل عام تتم هنالك اتفاقات بعدم التعدي وحل هذه المشكلة بالحوار، وظل الاحتلال مستمر مع التوافق دائما على أن نقطة ترسيم الحدود هي النقطة التي تم الاتفاق عليها في العام 1974، وكانت الأمور تسير على هذا الشكل دون تدخلات سافرة من قبل القوات. ولكن في الفترة الأخيرة كانت الاعتداءات واضحة، وكان الدعم بالنسبة للشفتة واضح أنه يقف وراءه الجيش الأثيوبي، وبالتالي بعد الصراع الأثيوبي وتدفق اللاجئين بهذه الصورة الكبيرة والضخمة، وكما أسلفت أن هذه المنطقة هي منطقة تنشط فيها الجرائم المستحدثة، هذا ما حفز الحكومة على ضرورة نشر الجيش وتحقيق انتصارات في هذه المنطقة، علها بذلك تحاول أن تكف كثير من الشرور التي يمكن أن تحدث لها مستقبلا، خاصة من الولايات السودانية نفسها القضارف وكسل بها بعد الإشكالات المتعلقة بالجوانب السياسية تولد عنها عنف كبير في الأشهر الماضية. نعم، إذن كيف تنظر لما يحدث بفرض القوات السودانية سيطرتها على الأراضي السودانية التي كانت مستلبة من الميليشيا الإثيوبية؟ ربما يكون هنالك رد فعل خاصة من قبل القبائل الأمهر التي ترى أن هذه المنطقة هي منطقة تمدد بالنسبة لها ولا بد أن تستفيد منها، أو ربما أثيوبيا نفسها ترى أن هذه المنطقة هي منطقة مهمة للمناورة حال وصول أي حرب بالنسبة لها من هذه النقطة الحدودية. ولكن في نهاية الأمر لن تكون رد فعل الآن هذه أولية، ما دام أن هنالك تحرك إيجابي في الإطار السياسي الذي يقوم به حمدوك ويتفق معه فيه أبي أحمد. بالتأكيد على أثيوبيا أن تتحلى بالصبر، لأن السودان الآن استعاد أراضيه فقط ولم يتقول على الحدود الأثيوبية. هل من الممكن أن تؤثر الأحداث في ملف التفاوض لسد النهضة؟
لا يمكن أن تؤثر هذه الأحداث، لأن أيضا هنالك اتفاق وتم بين حمدوك وبين أبي أحمد في الزيارة التي قام بها حمدوك باعتباره رئيس مجلس الوزراء السوداني ورئيس الإيجاد أيضا. وكان هذا اللقاء تم التباحث فيه حول ضرورة العودة للمفاوضات في صد النهضة، ولكن المواقف المتباينة بشأن صد النهضة نتيجة تعنت الموقف الأثيوبي هي محل الخلاف. السودان لا زال موقفه واضحا فيما يتعلق بهذه القضية، هو يطالب بأن تلتزم أثيوبيا بالاتفاقات الفنية والقانونية فيما يتعلق بملء وتشغيل بحيرة السد، فدون ذلك لن يكون له موقفا مقايرا. في الآونة الأخيرة كان للسودان أيضا موقف آخر قاطع بسببه المسألة المتعلقة بالمفاوضات، لأنه رأى أنها لا تسير في طريقها الصحيح ودائما تنتهي إلى عدم اتفاق وأصبحت كالملهى، وطالب بتدخل خبراء أفارقة لتسهيل هذه المفاوضات.